بولا يفتفيت يلا. السلام عليكم يا فريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد من سلسلة مهنة مدرب الفريق الجزائري. أولا وقبل أن نبدأ لا ننسى أن نشكر كل من يدعمنا بأي شكل من أشكال الدعم، بارك الله فيكم. لمن لم يشترك بعد في القناة فمرحبا بك عبر الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسى أنك تضغط زر اللايك لهذا الفيديو. خلونا نوصل هذا الفيديو إلى أكثر من 1000 لايك، بالطبع نقدر على 1000 لايك مثل ما فعلنا في الفيديوهات السابقة، تجاوزنا 4000 لايك. دعوني لا أطيلكم، يلا بنا ليتس جيت ستارتد. أوكي يا جماعة، نحن في المركز الأول ب 48 نقطة، لعبنا 26 مباراة. اليوم عندنا مباراة ضمن كأس الإمارات ضد ويلفرهامبتون. سعيد بالرحمة يا جماعة الخير، نسيته يا جماعة، راح نتعاقدوا معه. يلا تفاوض، راح يكون ان شاء الله تدوير اذا اراد. اوكي، يريد ان يكون حاسم، قبول. يلا راح نخلو 5 سنوات، راح يرغب، يريد 3 سنوات، احنا راح نخلو 4 سنوات. الراتب او لا يوجد شرط جزائي، قبول. اوكي، الراتب 41. اوكي، عرض مضاد، ازالة المكافأة وتقديم العرض. يلا 41000 الراتب. يا سلام، تعاقدنا مع سعيد براما. عمورة لا نستطيع. بن طالب لا، محمد فارس لا، رشيد غزال لا، رياض محرز لا، سليماني لا، ديلور لا. يا سلام، بالرحمة يدخل ان شاء الله في مكان من. اوكي، زرقان راح يخرج. للأسف الشديد هذا معدنا في البدلاء. اوكي، مباراة اليوم ضد ويلفرهامبتون، هذه هي تشكيلتنا. ان شاء الله سعيد بالرحمة راح يدخل في الشوط الثاني. يلا ليتس جو. مشاهدي الكرام، اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين ويلفرهامبتون واف سي الجيريا ضمن مباراة كأس الامارات. بسم الله بداية المباراة. جول! يا الله، ما بداية المباراة. الرياض بودبوز لا يعرف إلا الفوز. شوف شوف شوف، يا سلام، والله وين راح، وين وين وين. سأنظر في إعدادات الصعوبة، لا أدري. بودبوز الهدف الثاني ثنائية في هذه المباراة. والله خايف من الإعدادات. هذا ريح، هذا ريح، هذا ريح، ما تخليه ما تخليه ما الحمد لله الدفاع سهل، ايزي. جول فريد بولا يضيف الهدف الثالث. لماذا لست فرحا؟ لانني خائف من الاعدادات، اتمنى ان لا تكون سهله. فريد بولايا يسجل الهدف الرابع. راح ننتقل الى النتيجة. يلا 4-0. يا مستوى صعوبة محترف، خلوها اسطوري. اوكي يا جماعة، سنقوم بتصعيد بعض اللاعبين الجزائريين، بالطبع هذا ادريس عمارة. يلا تصعيد الى الفريق الاول. هذو اللاعبين عمرهم 15 سنة، لن نستطيع تصعيدهم الى الفريق الاول. اوكي، هذا 17 سنة، تصعيد الى الفريق الاول. اليوم عندنا مباراة ضد ريدينغ، مثل ما قلنا محتلين المركز الأول ب 48 نقطة مناصفة مع ميلويل. خطوة أخرى في طريق اف سي دي زد نحو اللقب. هذه غرف تبديل الملابس بالنسبة للفريق الجزائري، وبعض الكلام في الصحافة لا نريد قراءته، ما يهمنا هو الفوز 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 الفوز. ريدينغ ضد اف سي دي زادي، وهذه هي التشكيلة. نسيت ان ادخل بالرحمة في المباراة السابقة، ندخل في مكان من يوسف بلالي. قبال راح يدخل في ادم، في مكان ادم والناس. سفيان في غولي في مكان بالقبلة، هكذا. يلا يلا ليتس جو. مشاهدينا الكرام، اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين اف سي الجيريا او اف سي دي زاد ضد ريدينغ. يلا بسم الله، بدينا المباراة. جول!
جول 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 جول. هدف مبكر في الدقيقة 11 إن شاء الله تكون الإعدادات تم حفظها. لم يتم حفظ الإعدادات أكيد. يلا يلا جول وكرة. رياض بودبوز يضيف الهدف الثاني للفريق الجزائري. يلا جول يا الله. هنسجل اكيد. يلا وهذه خطيرة. لا بعيدة 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 بعيدة. سعيد براما. سعيد يا سعيد يا سعيد يا سعيد يا سعيد. والله كم أعشق تسديدات سعيد بالرحمة لكنها لم تضبط معنا. هذوريا وكرة. يلا يلا ونهاية الشوط الأول 2-1 لصالع الفريق الجزائري. بودبوز سجل هدفين في هذه المباراة من محاولتين من تسديدتين. يلا الشوط الثاني بسم الله. يلا برما يا بودبوز. فرانكيسي انتقل الى نادي مان يونايتد. يلا بوداوي. الاعدادات سهلة. مستوى الصعوبة سهلة. يلا انتقال الى النتيجة. 3-1 انتهت المباراة. لا اريد الصعود بهذه الطريقة. اوكي محتلين المركز الاول 51 نقطة. اوكي مباراة اليوم بلاك بيرن ضد FC ديزرت. مشاهدي الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين بلاك بيرن روفرز و FC ديزرت او FC الجيريا. يلا بينا يلا نطمح للصعود. يلا الناس. حتى وان كانت مستوى الصعوبة سهلة او صعبة فهي في كلتا الحالتين نفس الشيء لاننا فريق قوي جدا. يا الله يا الله. يلا بوداوي. يلا يلا جول جول. ولو كانت سهلة ولو كانت صعبة نفس الشيء. يريد بولا يا جول. ما لا تخلو يسدد لا تخلو يسدد. عدلوها عدلوها. من سبعيني. يلا جول. حارس هالحارس يا مجنون. يلا والناس تفيد كرة وكرة جول. حارس 1-1 في هذه المباراة أو الشوط الأول. الشوط الثاني بدأ بسم الله. يلا يلا رايعة. هيلا هيلا هيلا. التسديد. الحارس الحارس. التسديد يا مرت بقليل. يا الله يلا تغيير يلا تغيير. لازم ما نخسر. بولا يفتفيد.
يلا انسبيني سجل. شوف الهدف، شوف هدف رامي. جنون. A few moments later. لا 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 خسارة مذلة جدا. اوكي، في كأس الإمارات سنقابل ويغان أتلتيك. فيما يخص الشامبيونشيب يا جماعة، للأسف الشديد هبطنا إلى المركز الثاني، فارق 3 نقاط عن ميلويل.